أهلا بحضراتكم في الجزء الثاني من المحاسبة الضريبية للفرقة الرابعة، الكتاب الثاني، الضريبة على القيمة المضافة. مفهوم ضريبة القيمة المضافة: حدد قانون 67 لسنة 2016 مفهوم الضريبة على القيمة المضافة بأنها شكل من أشكال الضرائب غير المباشرة يتم تحصيلها في مراحل متعددة من عملية توزيع المنتج، بحيث يتم تحصيلها على كل قيمة أضيفت للمنتج خلال مراحله المختلفة حتى تصل ليد المستهلك. خصائص الضريبة على القيمة المضافة: 1- أنها ضريبة غير مباشرة تفرض على كافة السلع والخدمات. 2- تفرض بنسبة مئوية من ثمن السلع أو الخدمة، وهو 14% اعتبارا من عام 2017-2018. 3- تفرض على كافة مراحل التداول والتوزيع، سواء من المنتجين أو تجار الجملة أو تجار التجزئة إلخ. ملاحظات لتحديد وعاء الضريبة: أول حاجة، الخصم التجاري موجود في الكتاب صفحة 39. الخصم التجاري له نوعان: خصم أصلي أو خصم إضافي. والخصم التجاري لا يسجل في دفاتر البائع أو المشتري، أي يتم تسجيل البضاعة المباعة بسعر البيع الفعلي بعد الخصم، وتقوم مصلحة الضرائب باستبعاد كل من الخصم التجاري سواء الأصلي أو الإضافي عند تحديد وعاء الضريبة. مثال 2 صفحة 40. المثال بيقول إن إحنا عندنا أحد المنتجين الصناعيين بلغت مبيعاته من سلعة تين خضع للضريبة 100,000 جنيه، وفي خصم تجاري 10% وخصم إضافي 5%. أولا، عشان نحدد وعاء الضريبة، فوعاء الضريبة هو قيمة المبيعات بعد الخصم التجاري سواء الأصلي أو الإضافي. قيمة المبيعات ب100,000 جنيه، هنشيل منه الخصم التجاري الأصلي الأول اللي هو 10%، هيبلغ 10,000 جنيه، الصافي 90,000. الخصم الإضافي بيتشال من الصافي بعد الخصم التجاري الأصلي، يبقى 90,000 في 5% 4,500، يبلغ وعاء الضريبة 85,500. تعال نحسب الضريبة على القيمة المضافة. هتبقى وعاء الضريبة في معدل الضريبة اللي هو 14% ثابت، يبقى 85,500 في 14% ب11,970، وبالتالي يبقى إجمالي المستحق على المشتري زي ما هيظهر له في الفاتورة، الوعاء بتاع الضريبة اللي هو المبلغ اللي هيدفعه بعد الخصم 85,500 زائد الضريبة على القيمة المضافة 11,970، يبقى 97,470. تاني ملاحظة لتحديد وعاء الضريبة: بيع المخلفات الصناعية، موجودة بالكتاب صفحة 44. تخضع للضريبة عند بيعها على أساس قيمتها البيعية الفعلية، بشرط إن هي تكون ناتجة من سلع خاضعة للضريبة. وبالتالي لو كانت المخلفات ناتجة من سلع معفاة من الضريبة، فإن المخلفات كمان تعفى من الضريبة. إجابة مثال 5 صفحة 44. عندنا أحد الشركات الصناعية المسجلة لدى المصلحة باعت مخلفات إنتاج بقيمة 40,000 جنيه، نصها من سلع معفاة والنص الباقي من سلع خضعة، وأودعت المخازن بقيمة 20,000 جنيه. والمطلوب نحسب الضريبة على القيمة المضافة ونشوف كمان المعالجة المحاسبية لها. القيمة البيعية للمخلفات 40,000 جنيه اتقسمت لجزئين: 20,000 اللي هو النص من سلع معفاة والباقي من سلع خضعة. الضريبة بتاعة السلع المعفاة صفر، لأن هي معفاة من الضريبة أصلا. بالنسبة للسلع الخضعة، الضريبة هتبقى القيمة اللي هو وعاء الضريبة 20,000 في 14% اللي هو معدل الضريبة 2,800، وبالتالي فإن الضريبة على القيمة المضافة هتبقى صفر بتاعة السلع المعفاة زائد 2,800 للسلع الخضعة، هتساوي 2,800 جنيه. وإجمالي المستحق على العميل هيبقى القيمة البيعية اللي احنا بعنا له بيها المخلفات 40,000 زائد القيمة بتاعت الضرايب اللي هنوردها للمصلحة 2,800، يبقى 42,800 جنيه. القيد المحاسبي: إذا تم إيداع المخلفات بالمخازن بمبلغ 20,000 جنيه، هنيجي نقول من حساب النقدية أو المدينين احنا مش عارفين لسه هناخد كام من الممول بتاعنا. طب انت هتاخد منه ايه؟ أول حاجة، احنا بعنا له بقيمة 42,800. اتحسبت ازاي؟ الى مذكورين: اول حاجة مخزن المخلفات كان فيه 20,000 جنيه. القيد المحاسبي: اذا تم ايداع المخلفات بالمخازن بمبلغ 20,000 جنيه،
هنيجي نقول من حساب النقدية أو المدين اللي هي القيمة اللي هناخدها من الراجل اللي بعنا له اللي هي 42,800 زي ما حددناها من شوية في المعالجة الضريبية إلى مخزنين. المخزن بتاع المخلفات كان قيمته 20,000 جنيه، ومصلحة الضرايب ليها 2,800 جنيه. الفرق ما بينهم هو 20,000 جنيه تمثل أرباح بيع المخلفات. طب لو أودعنا المخلفات بالمخازن بدون قيمة، يعني حطناها بقيمة صفر، يبقى القيد بتاعنا من حساب النقدية أو المدينين هناخد من العميل 42,800 إلى مذكورين. حساب مصلحة الضرائب اللي هو جاري مصلحة الضرائب ب 2,800، والباقي يمثل أرباح لبيع هذه المخلفات. إذا تم بيع إيداع المخلفات بالمخازن بمبلغ 50,000 جنيه، هيكون القيد من النقدية أو المدينين ب 42,800 إلى حساب مخزن المخلفات ب 50,000 وجاري مصلحة الضرائب ب 2,800، هيطلع عندنا في فرق في الجانب المدين 10,000 جنيه اللي هي تمثل خسائر بيع المخلفات.